بسم الله. دلوقتي لما اجي ارسم الضغط، في بعض الاوقات تيجي ترسم تلاقي مش راضي يرسم لان هو في فيتنج ناقص. طب ازاي اضبط الفيتنج؟ ممكن من خلال حاجتين، ان انا اجي هنا اديت تايب روتنج بريفرنس اديت، بلاقي ممكن تلاقي هنا بنن، فتعرف ان هو كده مش هيتوصل كده، انا مش قايل له اني فيتنج اللي هتشتغل بيها. فاقدر اجي هنا واقول انا اشتغل بالفيتنج ديت. طيب انت عايز تشتغل تاب ولا تي؟ في الضغطات عاده بنشتغل تاب، في البايب بنشتغل تي. تاب بيبقى الضغط مكمل وتخرج منه برانش، التي بيبقى في قطعه، بيبقى جزء منه هو اللي متوصل بيه. تمام، يعني خلينا نعملها عملي. اقول له عايز ارسم ضغط عشان نفهم الفرق بين الضغط والتي. طيب هو هنا بيرسم سنجل لاين، هنحولها لدبل لاين دلوقتي. اجي هنا ده التاب. تمام، طيب خلينا نرسم نحولها من تاب لتي ونشوف الفرق. ارسم اهوت، ادوس سكيب وهاخد البرانشة بتاعتي اعملها لي بالشكل دوت. طبعا ده غالبا بيبقى في البايب مش في الضغطات. طيب هاجي هنا في الضغط واقول له ايديت تايب واقول له روتنج بريفرنس وابدا احدد مثلا اني فاميلي اللي هشتغل بيها هنا. تمام، لو كملت كده هتلاقي ان انا اقدر اشوف المحتويات ديت، تقدر تضيف اكتر من حاجه. يعني مثلا تقول له انا هشتغل مثلا بالفاميلي الفلانيه وهشتغل بالفاميلي الثانيه. تمام، يعني تقدر تحط اكتر من فاميلي. الكروس هتشتغل باني فاميلي، كل واحد فيهم. في بعض الحاجات ممكن تكون انت مش عايزها خالص، بحيث انها لو اتعملت معاك بالغلط يديك نان، زي مثلا التحويل من الريكتانجل لاوفل. طب ما انا اصلا ما بشغلش اوفل. تمام، فالاوفل خليها بنان احسن. الكاب خليها متحدده دكت اند كاب، بحيث اول ما تتعلم على الضغط وتدوس كاب يروح قافل لك الضغط. تمام، طيب خلينا ندوس اوكي ونشوف انا اقصد ايه بالكلام دوت. لو انت جيت عملت هنا سيلكت على الضغط دوت وقلت له كاب اوبن اند، هيروح قافلها لك. لو هي بنان مش هيلاقي الفاميلي اللي يقدر يقفل بيها. لو دخلت هنا اديت تايب اديت، هتلاقي الضغط سايز. تمام، تقدر تحدد السايز اللي انت هتشتغل بيها، تقدر تحط نيو سايز جديد. تمام، ده للريكتانجل. تقدر تشوف طريقه الحسابات اللي هتحسب بيها. الاوفل اهي، تقدر برضو تضيف له سايز. تمام، انا مش فاكر ان انا شغلت بالاوفل ده خالص. تمام، هل انت هتشتغل بزوايا محدده مثلا كلها 90 او 45، ولا خلي زوايا مفتوحه معاك زي ما انت عايز؟ لو ما فيش فاميلي تقدر تحمل اي فيتنج زي ما انت عايز، بس فيتنج ضغط فيتنج. تمام، طيب في طريقه تانية ان انا اعدل الكلام دوت. ان انا اجي هنا من البروجكت براوزر واقول له انا عايز ضغط، هتلاقي هنا الحاجات ريكتانجل ضغط، تقدر تدخل جواه وتعدل فيه. تمام، ما دام انت ما بتشتغلش تي الغي التي خالص، او حتى خلي التي تبقى برضو تاب. تمام، وتقدر تحدد برضو نفس الخصائص، يعني دي طريقه اخرى للوصول لنفس الحاجه. تمام، لو عجبك الفيديو لايك شير.